تواصل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في محافظة بني سويف استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وتعمل المراكز التكنولوجية على استقبال ملفات التصالح وعلى آلية التعامل مع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين ورفعها وتسجيلها على المنظومة. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة بني سويف استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقاً للقانون الجديد. منظومة التصالح من أهم الخطوات اللي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية علشان خاطر تحل أزمة كبيرة، وهي أزمة المساكن المخالفة، واللي بالفعل الدولة أصدرت قرار خلال السنوات الماضية وكان في موجة أولى من تقديم هذه الطلبات، ولكن طبعا دلوقتي الدولة قدرت أن هي تعدل في بعض المشاكل اللي ظهرت خلال التطبيق الأول للقانون، ودلوقتي بالفعل بتم تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات التصالح، وبندعو كل المواطنين أن هم يقبلوا خلال الأيام القليلة القادمة على تقديم طلباتهم للتصالح، لأن الإجراءات بالفعل بقت سهلة جدا. وتعمل المراكز التكنولوجية على استقبال ملفات التصالح وآلية التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين ورفعها وتسجيلها على المنظومة، حيث يتم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لهم لإنهاء إجراءات التصالح، والتوعية بأهداف القانون الجديد وأهميته في ضبط أعمال البناء وتحقيق السلامة الإنشائية والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع. المركز التكنولوجي المركز مدينة بني سويف شغال على 74 معاملة في جميع الطلبات، وأخيرا شهادة البيانات الخاصة بقانون التصالح 187 لسنة 2023 تقنين أوضاع التصالح على مستوى الجمهورية. أنا جيت هنا دخلت خدت الرقم وعملت المصالحة، الناس هنا استقبلوا استقبال كويس وخلصوا لي الورق وخلصت كل حاجة، عشان بعد كده اللي يجي يعمل ورق ولا يعمل حاجة هنا ما فيش أي كلام يعني. أنا جيت الصبح دخلت خدت رقم وافتح الشباك وعملت المعاملة بتاعتي، والخدمة هنا كويسة جدا، والناس يعني بتساعدنا وسهلوا على الناس كتير جدا، المركز التكنولوجي سهل على الناس كتير جدا. وتستهدف الحكومة توفير التيسيرات وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح من المواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات وضمان انتظام العمل.